كيدية ما تسمى بقضية ترجع حلبة سباق الفورمولا واحد. الوطن يتوج حبه لريحانة الوطن بعشر سنوات، تستقبلها ريحانة كما استقبلتها في المرة الماضية حين حكمت ظلما أيضا 5 سنين أخرى. يتوج نفيسة هي الأخرى ب5 سنين، أكثر بعدا عن طفليها وأكبر عمقا بتوجعات المرض. وأما المطارد والمشرد عباس العصفور شاب لم يبلغ 24 ربيعا، فقد وصل مجموع أحكاما لحد الآن 15 عاما. تقول ريحان الموسوي حين حكمت في قضية ما يسمى بالائتلاف: نحن صمود ونبقى صمود، خرجنا للمطالبة بحقوق مشروعة، نحن هنا عاصمة الثورة سترة ورأس الشهيد أحمد فرحان. يعلمون جيدا كيف هو رأس الشهيد أحمد فرحان، ونحن مثله مرفوعين لا نركع، لنا سلاح قوي نستند عليه، قوي جدا فوق كل ظالم وهو الله سبحانه وتعالى. نؤمن بعدله وإنصافه، نؤمن بعدله وإنصافه، فهو يمهل ولا يهمل. وإن هذه المحاكم صورية وهذه الأحكام ليست إلا حبر على ورق، نحن لا نعترف بها ولا أساس من الصحة على الإطلاق. سيكون تهمتك حب الوطن أو ارتداء تيشيرت مطالبا بحرية أحد الحقوقيين في بلدك. بعيدا عن الدموع أو الاستغراب، تحتضن ريحانة 10 سنين خلف القضبان وبين يدي السجان، بعيدا عن أهلها وزوجها وأطفالها كما هو الحال مع أطفال نفيسة ووالدة الشاب عباس العصفور. في غير سابقة للنظام أن يحكم على امرأة ظلما وجورا وعنوانا 10 سنين دفعة واحدة، إذا كان الهدف من ذلك هو كبح حركة المرأة المطالبة والتي أثبتت فيها من كل مواقعها صرختها وفضحتها للنظام، فأنتم وهمون وتحلمون. اعتقدوني، اعتقدونا جميعا، أو اطلقوا سراحنا جميعا، نحن نؤمن بأن هذا طريق هو طريق ذات الشوكة ونحن ماضون فيه. لنا حقوقنا وحريتنا، نستريحها يوما ما، طال الزمان أم قصر. ولهذا النظام الخزي والعار يتلبسه من الدهر أبدا. الحرية لا تؤتى على طبق من ذهب. نحن ومن هنا نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على النظام من أجل الإفراج عن الحرائق وسجناء الرأي جميعا، بهم يصنع النصر وتؤتى الآية الكبرى، وما النصر إلا من عند الله إن شاء الله.